نينو، دي قناتي. لو اول مره تشوفوني ما تنسونيش في كومنت حلو زيكم ولايك، وما اشتركتش يا ريت تشترك عشان يوصل له كل جديد من فيديوهاتي. النهارده هنحضر مع بعض اللبن المكثف بطريقه سهله جدا مبسطه جدا، حاجه كده حكايه بجد، بقوام مظبوط تحفه بجد، ينفعك في كل الحلويات. بس بفكرك لو اول مره تشوفيني ما تنسينيش في كومنت ولايك حلو زيك، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك عشان يوصل له كل جديد من فيديوهاتي. عايزه افكرك كمان ان القناه فيها قوائم تشغيل، عشان القناه منوعه فانا عامله فيها قوائم تشغيل عشان ما تحتاريش وتلف كتير. خش على طول على قوائم التشغيل وشوف الفيديو اللي انت حباه واشتركي على طول في القناه. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف اللبن المكثف التحفه ده عملناه مع بعض ازاي. هنعمل النهارده مع بعض اللبن المكثف بطريقه سهله جدا مبسطه جدا من غير حتى خلاط. ممكن تعمليه حاجه سهله او سريعه، بنحتاجه كتير قوي في الوصفات بالذات بتاعه الحلويات، بيخش في حاجات كتير قوي وبيوفر كمان وقت ومجهود لما تكوني مجهزاه وعندك في التلاجة. بيقعد في التلاجة فتره طويله معاكي، يعني ما بيبص ما بيحصلوش حاجه، لا بيقعد في التلاجة بصراحه من الحاجات اللي ممكن تسيبيها اسبوعين ثلاثه في التلاجة تفضل سليمه زي ما هي. تمام. اللبن المكثف بتاع النهارده كل اللي محتاجينه ايه؟ الاول محتاجه ان انا يكون عندي برطمان اي حجم اي نوع، المهم برطمان يكون ازاز ما يكونش بلاستيك. خلينا بقى ايه نتكلموا في النقط المهمه، البرطمان يكون ازاز ما يكونش بلاستيك، لان النهارده لو استخدمنا برطمان البلاستيك هيسيح مننا، مش هينفع نستخدم برطمان بلاستيك، هنشوف ليه برده مع بعض واحنا شغالين. هجيب كده برطمان بالشكل ده، هحط فيه ايه؟ هحط فيه نص معلقه نص كوبايه سوري من اللبن البودر. هستخدم النهارده نص كوبايه من اللبن البودره اي نوع انت حباه، يعني انا جايباه هنا لبن سايب اللي هو البودر السايب، جايباه من عند مسلزمات الحلواني اهو. جبت بجيب مثلا تمن ربع بجيبه واستخدم منه، ولو عايزه تاني بشتري تاني، مش غالي قوي يعني، مش عارفه الربع منه تقريبا ب 20 جنيه. طبعا انتوا عارفين الاسعار كل يوم باختلاف، فكان الربع كده كنت جايباه ب 20 جنيه. اخدت هنا نص كوبايه من اللبن البودر، حطها في البرطمان بالشكل ده كده. كده حطيت النص كوبايه من اللبن البودر. نفس الكوبايه اللي هستخدمها في المعيار هي اللي هستخدمها في كل المعايير اللي هستخدمها النهارده، نفس الكوبايه هي حطيت فيها نص كوبايه من السكر البودره. ما ينفعش في الوصفه دي ان انت تستخدمي سكر سنترافيش اللي هو السكر العادي، ليه؟ مش هيدوب معاكي، انا عايزه سكر بودره، لازم سكر بودره في الوصفه دي. هحط برده نص كوبايه من السكر البودره على نص كوبايه اللبن البودره اهو كده بالشكل ده كده. تمام. بعد كده ببدأ ان انا اقلب بقى اللبن مع السكر، دخلهم في بعض بالشكل ده كده اهو. لحد دلوقتي الوصفة سهلة مفيش اي حاجة، مبسطة جدا، دي من اسهل وصفات اللبن البودر اهو، اللبن المكثف سوري. تمام. اهم حاجة ان انا اقلب كويس قوي، امزج اللبن مع السكر، الخطوة دي مهمة جدا، زي ما اتفقنا السكر لازم يكون بودر اهو. شايفين في المرحلة دي بعد ما قلبته كويس بكون مجهزة عندي ايه؟ مجهزة مية بتغلي. ليه بقى ميه بتغلي؟ عشان تدوب معايا المكونات دي بكل سهوله. عشان كده قلت لك لازم تستخدمي برطمان ازاز مش برطمان بلاستيك، عشان لو استخدمتي برطمان بلاستيك ممكن الميه وهي بتغلي تسيحه معاكي لو نوعه كمان ضعيف. تمام. عندي هنا ربع كوبايه من الميه، نفس الكوبايه اللي هاخد الميه السخنه عندي كانت بتغلي هنزل بيها على ايه؟ على المكونات دي، وابدا ان انا اقلبهم كده تقليبه خفيفه بالشكل ده، بحيث ان انا ادخله اللي تحت فوق واللي فوق تحت اهو. شايفين. عايزه اقولك ان انت ممكن كمان تستغني عن البرطمان وتحطهم في طبق وتقلبي، مفيش اي مشكله، بس احنا هنعرف ليه انا استخدمت البرطمان، هتعرفي ليه دلوقتي. هنا قفلت البرطمان كويس جدا، متاكد ان انا قافلاه كويس قوي، وببدا ان انا ارد بالطريقه دي. ليه بقى انا استخدمت البرطمان؟ عشان اتاكد ان مفيش اي كتل، فاهمين؟ ميبقاش فيه كتل، يدوب خالص، اتاكد ان هو دايب خالص. الخطوه دي بتسهل كتير قوي، فالبرطمان هنا بينجز الوقت جدا، يعني تعملي كميه كبيره في وقت قليل جدا.
زي ما انتوا شايفين. بعد بقى قلبته بالشكل ده، بصوا بصوا القوام بتاعه، بصوا حلو ازاي ولسه ما دخلش التلاجة. بصوا بقى ما فيهوش كتل، بصوا سايب معايا ازاي. بس كده اللبن اللي هو المكثف بقى جاهز عندي، هدخله بقى التلاجة واوريكم شكله لما يطلع هيبقى عامل ازاي. يجو انتوا شايفين كده حبايبي، ده شكل اللبن المكثف بعد ما دخل التلاجة، بصوا تقل ازاي. طبعا كده ما لحقش كده، انا دخلته بس نص ساعة، انما كل ما بيقعد في التلاجة كل ما قوامه بيبقى اتقل من كده، القوام اللي انت حباه ومحتاجاه. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة مع نينو.